مستمعين حلقتنا ومعنا اتصال من سلمون بسيم مؤسس تجمع ليف لاف اهدن تنحكي عن نشاط مميز كثير رح تستقبلوا اهدن اليوم. صباح الخير سلمون. اول شيء شو المشاهد اللي كنا عم نشوفها باهدن؟ هذا كان نشاط هلا هالصيفيه؟ ايه ديفينتلي اللي شفتوه انتم هلا بالفيديو يومين يس هذا اللي صار بالصيفية كمان مثل كمان تجمع ببول بمنتجع باهدن كمان جاذرينج للشباب اللي من اهدن واللي من برات اهدن. اليوم التجمع بسما اهدن رح بيكون حيكون اكزاكتلي بسما اهدن من منطقه اسمها صليب اهدن او فيت بالتحديد هو من اعلى نقط باهدن بيطل على اهدن حيكون فوق ال 20 باراجلايدر او بايلوت بنسميهم شباب اكسبرت او متخصصين برياضه الباراباند حيطيروا بنفس الوقت على العشرة عشرة ونص بين العشرة والعشرة ونص من هيدي هلا يعني بعد شوي اكزاكتلي اوكي من هيدي النقطة حينزلوا على لاندنج اريا والشباب هن كلهم من اهدن لا 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 الشباب من كل لبنان من كل المناطق من الارز من كسروان من شمال كل الناس اللي بتحب تمارس هالرياضة عم بيطلعوا اليوم مع اهدن تيطيروا من هالمكان المميز بالنسبة لهي الرياضة لأنه هالمكان بنفس الوقت بتشوفي الوادي بتشوفي الجبل بتشوفي البحر بنفس الوقت ويعني عنده ميزة خاصة غير عن مناطق تانية بلبنان بالنسبة لهي الرياضة بالتحديد. اوكي كم شخص رح يكونوا؟ لهلا صار مسجل 25 شخص معنا مع بعضهم رح يطيروا؟ مع بعض ورا بعضهم يعني واحد ورا الثاني اخر شيء بتطلع اذا بدنا صوره كبيره هال 25 بنفس الوقت طايرين نحن عاملين مسميينهم انفيجن اوف سكاي اوف اهدن يعني اجتياح ل اهدن بالشكل بالكلمه اجتياح سلمي طيب في مساحة واسعة ليقدروا يعني ما بعرف شروط الوقت قد ايه لازم يكون في وقت بين اول واحد بيطير واللي بعده هلا هن ورا بعضهم بصيروا يطلعوا المشي ما بتاخذ اكثر من 15 سكند او 15 ثانيه بنفس وين رح بيكون الهبوط؟ الهبوط حيكون بمنتجع كروم اللي هو في ساحه كثير كبيره هيدي الساحه بتخول للشباب انه يغطوا فيها مرتاحين بدون اي مشاكل يعني اوكي سلمون احنا ضيفتنا لليوم الممثله رولا حماده وهيك عندها شهاده بدها تقولها عن اهدن يا اولا انا بحب اهدن كثير وما في اعيش بلا اهدن صباح الخير صباح الخير اثنين اذا بلحق حالي وبطلع هلا اهدن بس ما بدي غط بكروم بغط بجوني معلي يعني تكرم عينك هيدي ما بتصير بس بنخليها تصير يعني هي ما بتصير كرمالك بتصير انت شو بك عصيتي عليهم كمان طيب شو الهدف من هيدا النشاط يعني بنعرف اصلا اهدن عمرانه بالصيف نشاطاتها ما بتوقف بالشتاء وكانه عم بتودعوا الصيفيه بهالنشاط فينا نقول نسميه جود باي سمر بس الفكره انه الهدف من هذا النشاط بالتحديد هو انه نخلي اهدن يصير اذا بدك منصه او بلاتفورم لهيدي الرياضه بالتحديد لانه بنعرف نحن منطقه جوني بالتحديد هي مميزه بهالاكتيفيتي نحن عم نجرب نخلي اهدن بس في كثير مناطق ثانيه في الارز كمان صح اكزاكتلي في شيء مطرح فوق طرابلس ايه مزبوط عم تحكي كثير مزبوط برجع لك في اهدن عنده هيك ميزه بهيدي الاكتيفيتي لانه بيطل على عده لاندسكيبس بنفس الوقت من الوادي وادي قديش وادي النوبين عفوا لجبل اهدن كله بيكون وراك بلس البحر بنفس الوقت وطرابلس كلهم ببينوا بنفس الوقت وفي اوقات معينه من النهار وعلى غروب الشمس على السانسيت بيكون الفيو كثير حلو سو كل التيارجيه اللي عم بيطلعوا عم بيختبروا هالاكسبيرينس عم بينبسطوا كثير وعم بيعيدوها انت قد ايه صار لك بتطير اكيد ايه طبعا قد ايه صار لك؟ تقريبا صار لي شيء 4 سنين طيب في شروط معينه للطقس يعني لازم يكون في هواء او ما لازم يكون في هواء وقديش اليوم الطقس مناسب؟ ديفنتلي هيدي كثير ديليكت وحس هيدي اهم نقطه عنا نحن مشان هيك بنجرب نطير باوقات يا صباحيه يا من بعد الظهر وطقس اهدن شوي ما دائما عم بيساعد بخصوصي بايلول لانه دائما ايلول باهدن تطلع الخطيطه وبس تطلع الخطيطه ما بنعود عم نشوف بتطلع تقشع تحتكم شو فيه سو عم نطير قبل الظهر مشان هيك عملنا هالايفنت مال الصبح تنكون عم نختصر هيدي يعني انت هلا باهدن نحن باهدن كيف الطقس؟ طقس بعقد هلا يعني مناسب جدا احنا بنتمنى لكم نشاط موفق لليوم يلا وان شاء الله هيك تضل اهدن على الخارطه السياحيه والرياضيه بكافه النشاطات ميرسي بوكو شكرا لك كلكم ذوق
رولا نحن رح نرجع نكفي حديثنا، هلا طلعنا شوي على اهدن بس بنرجع على العالم. صار الالم من رجعنا على البارابون، على البارابون. شو مرة عامل بارابون؟ كثير على بالي، كثير كثير على بالي. بتحبي الرياضات هيك الاكستريم؟ بحب يعني هاي احساس الادرينالين. اوكي هيدا هيك بيعمل قلبك وقتها هيك اول ما تطلعي عن الارض، عن جد كثير حلو. جربي اطلعي هلا على بالي كثير. ما في عندي تمارين. الايفنت الجاي رح بيكون انت برعايتي. لا ما بدي برعايتي، طلعوني معه بس. بدي رولا اخر عمل درامي شفناكي فيه على الشاشه الصغيره كان سوا. فيه بس اول شيء اشكر كل هالعالم يلي ساعدوني كرمال لحتى تطلع هالمسرحيه منيحه، غير الممثلين والمخرج طبعا. بدي اشكر كل العالم يعني عن جد، كل الناس اللي حطت ايدها بايدي. على كل حال اساميهم كلها موجوده على الفلاير. بدي اشكر سبونسرز تبعولي، يعني مركز الصفدي الثقافي وجمعيه اناث ابو عياش وسكوب فور برينتينج منصور شليله. أوكي. بس بهمني لانه هيدول الناس كلهم وقفوا حدي لطلعوا لنطلع هالمسرحيه بافضل وجه ممكن. ما في شك ان النتيجه رح تكون عن جد شو حلو شو حلو، لانه كل قد ايه في ناس بتحب المسرح بس ما بتعرف كيف بدها تساعد. فكل واحد انه هي ايه انا بعمل لك هي انا بعمل لك هي، كان تجربه رائعه. كتر خيرهم اكيد. تجربه رائعه جمعتنا يعني. يعني هلا بدنا نحكي عن التجربه السابقه. وبدي اقول كمان ميرسي لابونا زياد حداد ودير العذريه اللي عملنا تماريننا. بحبه كثير وهو قلبه قد الدنيا. يعني كل تمارين بحب الفنون كثير وبيدعمها. مشان هيك كل تماريننا كانوا عنده بالدير. ساعدونا بشكل مش معقول. خي هلا صار فينا يعني شقيقة. اذا بعد بتقولي بدي اشكر بقول لك انا بردو هالمرة. لا انت على سلامتك، فيك تقولي بدي. الشقيقة هو مسلسل تاريخي هلا عم يتمنتج. تاريخي ستينات يعني مش تاريخي يعني. كثير انه حقبة ماضية قريبة ولا مش يعني شيء هلا جديد. عم يتمنتج، خلصتوا تصوير كل يعني كل نهائيا خلصت الطبخة كلها. خبرينا كمان عن هالعمل، دورك ومن كتابة كلوديا مارشاليان، إخراج أستاذ سمير حبشي وإنتاج إيجل فيلمز جمال سنان. هلا كمان أستاذ سمير أنا شغلة معه أربعة أيام بجبران، بس يعني ما كانت تجربة كتير بتشبعي كممثلة. أربعة أيام صغيرة وهيك. هلا كنت دور ماري هاسكل يعني. إيه وقتها مزبوط. يا عمي ذكرتك شو قوية، بتحب التمثيل بقى. هلا صار لي انه فرصة اقعد انا وياه شهر ونص متواصلين، يعني شهر كامل 30 يوم يومك يومك مع ليل. لا هيدا الملاك الثائر. هيدا الانتاج السوري كان مزبوط لجبران. بس نحن عم نحط بعض المشاهد هيك نتفرج عليها. فعلى كلين انا دوري زيون صيادة سمك، مربية ولادها لأنه أرملة، مربية ولادها ثلاثة من صيد السمك. بيت على البحر بجنن، فقير، بكره بس يحضروا الناس بدهم ينبسطوا ويصيروا كلهم بدهم يصيروا فقراء مثل زيون ويتصيدوا سمك. بالمدفون. اوكي حلو. اوكي بترون. شو كمان؟ القصة شو كمان؟ القصة؟ كثير حشوره انت يا عمي. طيب معطينا شيء شو بده يا عمي؟ ربت ولادها ولادها بيعملوا لها مشاكل لانه بصيروا يحبوا هيدا وهيدا كل الناس الغلط. يعني مين الشقيقه؟ شقيقة هن عفوا نادين الراسي وسارة ابي كنعان. في طبعا مازن معظم وفي استاذ جوزيف بونصار. وفي حبيب قلبي وابني الكبير باسم مغنيه. ابني الكبير بالمسلسل. وزينة مكي ونيكولا مزهر. في خلطة مميزة وخلطة بتجنن. حلوة وبتعرفي كتير حلو نشوف هيك مسلسلات. بنرجع نشوف اللبس كيف كان بوقتها. سيرينا شامي، ميري أبي جرجس، جوي هاني، كتير كتير في ناس. اوكي امتى بده ينزل؟ رندا أسمر. امتى مفروض ينزل؟ بعتقد اذا ماني غلطانه او مثل ما سمعت من بعد امير الليل، يعني بس يخلص امير الليل ان الله رد على قلبي. طيب واعمال جديده نشوف اذا فيك تخبرينا. يعني اعمال جديده لا ما في الا هالمسرحيه. بس بدنا نحكي قبل عن سوا. لانه كان كمان مسلسل حلو والتصوير كان بين لبنان وصورته كمان ببولندا صح؟ رح نشوف هلا مشهد من سوا رولا ونرجع نكفي حديثنا. يلا. Thank you.
نفستنا، المهم تنفست. زياد طمني، زياد مات، طوص براسه. خاين طبعا ستنا، زياد ما حفظ الأمانة ونال جزائه. والمصاري العشرة مليون دولار، قال لي انه معه بسيارته. فتشنا شقته ما لقينا شيء. بيكونوا مع ليرة بدل يا صرنا على الهواء سمعوكي. العشرة مليون دولار ما شفنا منهم ليرة. عم بالي بتعرفي بدي احكي عن شغلة كتير هو الكبار اللي كنا عم نحكي فيهم شاطرين فيهم، يلي هو انه بيلبسك الدور لبس، يعني من دون ما تحكي اول ما شفنا المشهد الاتيتود المكياج العبسه هيك شريره. ايه انت قلتي دخلك اخذي دور شريره لانك مش حاضره المسلسل. مش حاضره المسلسل بس قادره من الاتيتود تبعك، يعني قديش عن جد بيقدر يتقمص فيك او تتقمصي بالدور. لعبه لعبة حلوة شطارة و... مش لعبة. خي انت بدك تقولي هاي انا ما فيي لا بس عن جد حتى ما بعرف قد ايه بتشتغلي على اللوك، لون الشعر، المكياج القاسي، بركة الحمرة القوية. لا كثير تست استشار، بحب بيعمل تست مكياج وشعر وبنصير نغير ونبدل تنوصل على المحل يلي لازم. صوت او الصوت كمان، بس الصوت هيدا شغل شخصي. ايه طبعا يعني مش هاشتغل بس انه هيدي هيدي النبره القاسيه كمان ايه. كله هيدا كمان من سوا ايه. ايه ليكي تقوليهم على الهواء. صوتنا هوا فيك تقوليهم هيدي العبسة ايه انه هي كيف بدي اقول تغميدة العين دايما بتجي بمشاهد معينة وهي لانه يعني هيدا القرار الصعب يلي بدها تاخده ورا انه قرار شرير. الناس ما بينتبهوا على التفاصيل بس كلها على بعضها بتعطي اللي المفروض الصوره. بتبقى عارفه انه بهيدي الجمله على هيدا الوقت بهي الكلمه بدي اعطي هي النظره. بتبقى درستيها متمرنه عليها حفظتيها يعني مثل هلا مثلا بزيون طلعت لها كمان بحب انا اشتغل على التفاصيل. طلعت لها محرمه على طول معها محرمه بايدها بتضرب فيها بتمسح على رقب فيها يعني كله بتستعمله فيها هيك تاكل شخصية يكون عندها مثل انا بتسلى انا بحب بنبسط يعني انا بلاقي الاشياء اللي انا هيك بتخلي الشخصية تصير طبيعية وانساني بانسنها يعني. طيب رولا انت بتلحقي كثير حدسك وبتشوفي هالدور اذا عن جد على بالك تأديه او لا، بس سبق وفت بشي تجربة قلتي من بعدها يا ريت ما فت بهالتجربة؟ ايه لا ايه قلت مش اي تجربة مش هاي هي مش هون السؤال. السؤال كنت قبل اقول انه ايه ندمت على هالشغله بعدين هلا بفهم انه لا قديه تعلمت كان لازم اعمل هالتجربه تتعلم لانه كانت مهمه عم بتفرجيكي شو اللي ما لازم تعمليه. مش ضروري تقضي عمرك تعملي اشياء ما لازم تعمليها بس مره لتفهمي انه هيدا شيء ما لازم انه هيدا الشيء ما لازم اختاره على الاقل بتمرقي بالتجربه يعني. طيب رولا نحن بنذكر انه ب 22 بتبلش المسرحيه حبيبي مش قسمين على مسرح مونو على مسرح مونو كل خميس وجمعه وسبت واحد الساعه 8:30 عشيه تيكتس بكل فروع مكتبة أنطوان وبالمسرح وباقي العروض لل 16 تشرين الأول إن الله رأت. يلا بنتمنى لكم كل التوفيق بهالعمل. شكرا تحضرونا أكيد رح نجي واحكوا عنا إذا عجبتكم هيك بالأجندة الثقافية أصلا إلنا كذا يوم عم نحكي عنها. إذا ما عجبتكم اوعى تجيبوا سيرتنا. لا يا عمي ما تعتلي نجيب سيرتكم أكيد معنا شك باختيارك وأعمالك. شكرا على استضافتكم نتمنى لك نهار أحد حلو وموفق بكل أعمالكم. شكرا.
نحن رح نختم حلقتنا لليوم، بكرة أكيد موعد جديد من أخبار الصباح، ومن هلأ من لكم ينعاد عليكم بعيد الأضحى. نشوفكم بكرة، باي. وأنا كمان بدي عايد 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 عليكم.